صباح النور مشاهدينا من جديد، وإلى فقرتنا الرياضية لليوم وموضوعها التمارين الرياضية بعد الإصابة بالردود. نعم، وهذا سيكون مع المدرب الرياضي جون بيير فاري وفقرة في الجسم السليم. صباح النور جون بيير. صباح النور على جديد. يعني ضيفتنا كانت عم تحكي عن أهمية الرياضة حتى في محاربة الكورونا. صحيح، بتقوي المناعة. بتقوي المناعة 3 مرات بالأسبوع، وأيضا بتقوي الجسم وبتخليه يكون محصن من الردود، وهو هذا موضوع حلقتنا لليوم. صح. اليوم رح نحكي إذا حدا عمل حادث بالسيارة وتردد. نعم. كيف بده يرجع الرياضة لأنه الردود ما تبين من أول نهار. نعم. وكأنه الردود كلمة كتير كبيرة، يعني ما هي حسب كمان وين بتصيب أي جزء بالجسم أو أي عضو بالجسم. صحيح؟ صحيح. نعم، هاي التمارين تأخذ على كل الجسم تقريبا إذا ما في إصابات بالعمود الفقري. نحن عم نحكي إذا في إصابات بالعمود الفقري صار موضوع تاني، موضوع مختلف نعمله بعدين. طيب تفضل بالتمارين وخلينا نشوفها. يلا نحن رح نبلش. أول شغلة بدنا ننتبه لها بالتمارين الرياضية أنه نحن ما بقى فينا نقعد على شيء ثابت اذا عملنا حادث بالسياره، لانه ما بنعرف وين الردود وقد ايه حيكون فعلها قوي على الجسم. اول شيء بدنا نعمله بدنا نبلش نستعمل السوس بول ونقعد عليها لنحمي فقرات ظهرنا من الضغط. اذا بدنا ناخذ الدمبلز بدنا نشتغل رح نقعد على السوس بول بهذا الشكل. نحن شو عملنا هون؟ نحن حمينا فقرات العمود الفقري وبدنا نبلش نشتغل. اذا بدنا نبلش نشتغل نحن لنقول عم نعمل كتاف، وعلينا إذا عم نعمل كتف حسينا بوجع برقبتنا ما فينا نكفي. هون المشكلة صارت أكثر إنه نحن إنه نكفي التمرين ونتفش حالنا لنتمرن أكثر. بدنا نوقف ونغير التمرين أو بدنا نرجع للطبيب إذا كان الوجع ما عم ينحمل. كذلك الأمر إذا عم نشتغل بهذه الطريقة نحن حسينا بوجع لنقول تحت الباط، يمكن يكون أكلين ضربة هون ما بينت معنا لبعد 3 أيام، ومشان هيك نحن بدنا نوقف دغري من بعد التمرين. كل تماريننا بدها تصير هي على السوس بول. عملنا تمرين الكتاف فينا نروح نعمل تمرين البايسبس. ليش نحن بدنا السوس بول؟ نحن اذا وقفنا بهيدي الطريقه وعم نشتغل بايسبس وحركنا شوي ظهرنا لورا وكان عندنا اصابه بقلب ظهرنا، هيدي الاصابه بتسبب لنا اوجاع ويمكن اصابه اكبر من اللي نحن فيها ونحن بنتفاداها، مشان هيك بنروح على السوس بول. كمان نفس الطريقه رح نروح نعمل التشيست على السوس بول، رح نقعد بهيدي الطريقه ورح نطلع وننزل، هون حامين ظهرنا وحامين سلسله ظهرنا، حامين كل شيء، والسويس بول اخذ شكل فقرات ظهرنا، نحن منا مضطرين نلقي على شيء ثابت مثل البنش ونحس بالاوجاع يلي معقول نكون عم نحسها من وراء حال السياره. رح نروح على الفلاي بنفس الطريقه. هلا هون اذا كانت الاصابه على منطقه الصدر او الردود على منطقه الصدر معقول نحس باوجاع. هون كمان بنفس الطريقه بنوقف اذا حسينا بالاوجاع. رح نروح دغري نعمل ترايسبس وراها، معقول الترايسبس ما تحسسنا بولا اي وجع لانه هي عضله صغيره الا اذا انصابت الايد. بس نخلص هول التمارين، هول تقريبا رح نعملهم على شي جمعه ونص، اذا جمعه ونص ما عاد في اوجاع بلشت الردود تخف، بننقل لنعمل تمارين الاجرين، لانه تمارين الاجرين هي بدها مجهود اكثر، بدها قوه اكثر، وبدنا نستعمل ظهرنا اكثر. ما بين معنا اي اصابه بنروح على تمارين السكواتس، اذا عملنا سكواتس ما في ولا اي مشكله بنروح نعمل مع فينا نعمل مع الكتف بنفس الطريقه، بننزل سكوات كتف. كنا قبل نعمل السكوات مع 2 كتف، هلا صرنا عم نزيد الكتف لنقلل الضغط عن الجزء السفلي من الجسم. بنروح على اللانجز، وهون بدها تصير العمليه الاصعب باللانجز. ليش؟ لانه هون صار بدنا توازن نحن، واذا في اصابات بظهرنا ببلشوا يبينوا. فبنعمل اللانجز وبننتبه على حالنا، في اوجاع دغري بنوقف بنروح بنرجع للطبيب. برجع بذكر كثير منيح انه الردود بعد حادث السير ما بتبين من اول نهار، بدها من 4 ل5 ايام تبلش تبين الزراء وين، وننتبه وين نحن عملنا الزراء. بس نخلص الاجرين رح ننقل على تمارين المعده، كمان رح نرجع على السويس بول، رح نعمل الكرانشز العاديه، رح نطلع وننزل بهذه الطريقه، نطلع وننزل. هون نحن بلشنا نطيب من الردود، ما عندنا اوجاع، ما عندنا كسوره، ما عندنا شيء، فينا ننقل على الارض بنفس الطريقه. بنحط اجرينا على السويس بول وبنعمل الكرانشز بهيدي الطريقه. هون بس نخلص الكرانشز فينا ننقل لنعمل منطقه الخصر. نتاكد انه رقبتنا لفوق على طول، مش رقبتنا مطويه
سو رقبتنا بدها تكون جالسة وبنشتغل نعملها تقريبا شي 10 مرات بس نخلصها وخلصنا كل هول التمارين نحن منيح بنروح لنعمل بلانك لنرجع نقوي ظهرنا بعد الإصابة اللي تعرضنا لها. والبلانك بده يكون على شكل ثقيلة، بنبلش بالبوش أب ننزل نرجع نطلع ننزل نرجع نطلع بنعمل خمسة بهي الإيد خمسة بهي الإيد هون نحن إذا نزلنا بهي الإيد نطلع بنفسها. بس نخلص هيدي الشيء ننقل لنعمل السايد بلانك يلي كلنا بنعرفها ومعودين نعملها بهيدي الطريقة. هون بنكون عم نقوي الكور لحتى إذا تعرضنا لحادث مرة أخرى تكون عضلاتنا قوية مثل ما تفضلتي وقلتي وحاميننا. نعم. يعني فقرة مهمة جدا وتمارين مهمة على أمل إنه يعني ما حدا ينصاب بردود إن شاء الله. المدرب الرياضي والمستشار في الصحة واللياقة البدنية جون بيير فغالي، شكرا جزيلا. شكرا لكم.